خبر مهم جدا كمان لكل المصريين المستفيدين من السلع التموينية. امبارح وزير التموين دكتور علي مصلحي اعلن انه بداية من الشهر اللي جاي هتنخفض اسعار بعض السلع التموينية على البطاقات. السلع دي طبعا هي السلع الاساسية زي السكر والزيت والدقيق والرز. الأسعار الجديدة طبعا بعد ما تم الإعلان أنه تم خفض أيضا نسبة التضخم بشكل كبير جدا لأكثر أو لأول مرة من 9 سنوات أو لأقل الحقيقة نسبة من 9 سنوات، وده اللي هينعكس على الأسعار بشكل كبير جدا اللي هيبدأ تطبيقها من أول ديسمبر كما أعلنت وزارة التموين. خلينا نروح نشوف إنفوجراف كمان متعلق بأهم السلع اللي هيتم خفض أسعارها ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الانفوجراف اللي شفناه مع بعض ده دلوقتي هي دي الاسعار الرسميه، ويا رب كده تحفظوها وتفضلوا دايما حاطينها في بالكم وترجعوا لها تاني من على الصفحه بتاعتنا او الاكونت بتاعنا على اليوتيوب اللي هو تان تي في نتورك. لانه ليه انا بقول كده؟ علشان ما يطلعش بقى ناس بتعمل شائعات وتبتدي على السوشيال ميديا تطلع تسخن تاني، وطبعا تقعد تقول اسعار مش مظبوطه. هي دي الاسعار الرسميه، والاسعار الجديده دي بتوصل رساله مهمه جدا لكل الناس ان دايما الاولويه للدوله المصريه هي للمواطن اللي بيتلقى الدعم، وان طول الوقت السياسة اللي موجودة هي لما هيكون متاح خفض الأسعار الدولة هتنفذه عشان تساعد الشريحة المحتاجة واللي بيأثر فيها طبعا الانخفاض ده بشكل إيجابي.